وأي سبب لتقويض الأمن الاجتماعي من أن تطلق السياسة الظالمة يد الإرهاب والسطو لتعيث فسادا ليلا ونهارا في المناطق السكنية في القرى والمدن، تقتحم على الآمنين بيوتهم من غير إذن، وتكسر عليهم أبواب غرف نومهم الخاصة وأماكن استحمامهم، وتضرب من تضرب، وتدمي من تدمي، وتنهب من تنهب، وتصطحب معها من تريد اصطحابه للسجن والتعذيب. لا، بل ماذا بقي من الأمن الاجتماعي لهذا الشعب الذي تعامله السلطة المسؤولة عن أمنه معاملة العدو اللدود وتسومه سوم العبيد؟ إن الممارسات الدنيئة والعدوانية الصارخة التي ترتكب في حق هذا الشعب المسلم تعبر عن تنكر تام وتجاوز فاحش للدين والضمير والقيم الأخلاقية والأعراف الحميدة وحقوق المواطنة وحرمة الإنسانية والدساتير والقوانين المدنية ومواضعات المجتمع الإنساني. يصل الأمر إلى كسر الباب على امرأة مؤمنة حال استحمامها في حمام منزلها، فأي دين بقي؟ فلتسقط الحكومة. وأي خلق؟ فأي دين بقي؟ وأي خلق؟ وأي عرف؟ وأي غيرة؟ وأي حس إنساني؟ وأي حياء؟ وأي حمية؟ وأي بقيا ضمير؟ وأي حرمة لمواطن؟ وأي قيمة لإنسان؟ ألستم تفجرون غضب الناس بمثل هذه الاستفزازات التي تحرك الجماد وتنسي الإنسان أي قيمة للحياة وتزهده في البقاء في ظل هذا الوضع المذل المهين؟ ألستم تدفعون الشعب بمثل هذه الحماقات أشد الدفع إلى المطالبة بكل إصرار وإن استشهد أي عدد من أبنائه وإن سجن وعذب بكامل حقوقه صونا لدينه وكرامته وعزته وعرضه ودمه وماله؟ الشعب صار يخاف على دينه، صار يخاف على عرضه، صار يخاف على كرامته، على دمه وماله. لو ألقى عصا السير، والشعب الذي عشق الحرية وصمم صادقا أن يسترخص حياته ثمنا لها، لا توجد حكومة في الأرض تستطيع تركيعه. الشعب الذي يقول إما الحرية أو الشهادة الشعب الذي يقول إما الحرية أو الشهادة لا يمكن إذلاله. الشعب الذي لا يحدد سقفا لتضحياته في سبيل حريته وكرامته وحماية أرضه ودينه، لا يفصله فاصل كبير عن نيل ما يطمح إليه من الحرية والكرامة والعز والمجد الرفيع. الشعب الذي كسر حاجز الخوف من الموت وآمن بأن الحياة في الموت في عز، وأن الحياة في ذل هي الموت، واستعذب المنية في سبيل دينه وحريته، يكون قد أفشل كل أساليب البطش والتنكيل التي تحاول إجباره على الخنوع ونسيان ذاته. لا يحاولن أحدكم مع هذا الشعب لإذلاله أكثر مما حاول، فإنه لن تنكسر إرادته بإذن الله،
ولن ينال أحد من عزيمته ليفرض عليه ما يريد مما يأباه.